صباح الفل عليك يا عز. وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وسعيد طبعا ان انا معاكي. كل مره بيبقى احلى من المره اللي ان قبلها شاء كمان. الله دايما كده تكون معانا وبتنورنا طبعا يا عز. وامبارح اكيد تابعت لقاءات فوز كبير جدا بيحققه بنفيكا، بيتاهل بسببه الى الدور اللي بعده، وطبعا شفنا البلوز بيتاهلوا على حساب روسيا دورتموند. كلمنا اكتر كده عن لقاءات امبارح قبل ما نتكلم عن مباريات اليوم. هو طبعا بنفيكا بيقدم موسم ولا اروع. يعني انت بتتكلمي مجموع المباراتين 7-1، كسب خارج ارضه 2-0 وعلى ارضه 5-1. هو بنفيكا مش صدفه اللي بيعمله، بالعكس. يعني احنا بنتكلم عن فريق في دوري الابطال لغايه دلوقتي ما خسرش ولا ماتش. يكفي ان هو كمان كان ليه 4 مباريات قبل دور المجموعات كان بيلعبهم في التصفيات، كسب اللي خارج ارضه وكسب اللي على ارضه. حتى في المجموعات اللي قدر يعطله هو باريس سان جيرمان بالتعادل في الماتشين سواء في فرنسا او في البرتغال. هو اول مجموعته لا بيقدم موسم رائع. روجر شميت المدير الفني لبنفيكا عامل حاله غريبه جدا. لا هو مش فريق ضعيف او خصم سهل زي ما الناس متخيله. هي مجموعه، هو ميزتهم ان ما فيش نجم، هي مجموعه متكامله، اداء جماعي بنتفرج عليهم. كل الفرق دلوقتي اللي هتتأهل لدور الثمانية بتبص على بنفيكا اللي هو الخصم اللي احنا عايزين نلعبه بقى في دور الثمانية، وهو ده الخصم السهل. لا ده مش حقيقي. يعني تقريبا ادينا شفنا هو بيقدم مباريات عامله ازاي في الدوري البرتغالي نفسه. هو متصدر الدوري فارق 8 نقط مع باريس سان جيرمان، احرج باريس سان جيرمان سواء في فرنسا او في البرتغال. ماتشين خلص 1-1. لا هو هيبقى خصم قوي وند عنيد هنشوفه، وعلى فكرة هيحرج أي فريق هيلعبه في دور الثمانية. لو هنتكلم برضو على مباراة تانية اللي انتهت بفوز تشيلسي 2-0، تشيلسي مش أحسن حاجة. جراهام بوتر لغاية دلوقتي مش قادر يحط إيده على مفاتيح لعب الفريق رغم الانتقالات الكبيرة اللي عملها الفريق في يناير أو في بداية الموسم. جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي لغاية دلوقتي أهو يعني لعب 28 مباراة، كسب 11 خسر 10 وتعادل 7. تشيلسي في المركز العاشر. احنا بنتكلم في موسم انتقالات تاريخي بانضمام انزو من بطل كاس العالم مع الارجنتين سواء فوفانا سواء جواو فيليكس. ولكن انت بتتكلم في الدوري، اخر مباراه كانوا بيلعبوا ليدز اللي قبلهم 5 مباريات مش عارف يحقق فوز، خسر 2 وتعادل 3. ولكن يمكن في مباراه ليدز هو حاول يغير طريقه اللعب، بدل ما بيلعب ب4 في خط الدفاع لعب ب3 فقدر يحقق الفوز على ليدز 1-0 بس. ولكن انت بتلعب فريق رقم 17 في الدوري، فما اعتقد الفوز كان المفروض يبقى اكبر. ولكن برضو الدوري الانجليزي معروف. يعني نيجي نشوف تشيلسي امبارح برضو لعب بنفس طريقه اللعب اللي هو 3 في خط الدفاع، قدر يعود مع بروسيا دورتموند من الهزيمه 1-0 في مباراه الذهاب، انه يقدر بسيناريو شويه درامي اللي يقدر بالجزاء تتشاط تتعاد فيقدر يحقق الفوز 2-0. ولكن فوز انقذ جراهام بوتر وخلاه قاعد شويه. ما حسمش مصيره لان الفريق زي ما قلنا مش ماشي احسن حاجه، ولكن دلوقتي عمل ايه؟ هدوء شويه نوعا ما. ولو هنتكلم على بروسيا دورتموند، لا هو فريق السنه دي اكثر من رائع. احنا بنتكلم على فريق ماشي ند بند مع بايرن ميونخ، متصدر بالتساوي مع بايرن ميونخ ترتيب الدوري الالماني. وفي حاله خساره تشيلسي امبارح ما كانتش هتبقى مفاجاه على فكره، لان بروسيا دورتموند زي ما قلنا بيقدم موسم رائع. ولكن نتمنى من تشيلسي ان ده مباراه او الفوز امبارح يكون بدايه طريق تصحيح المسار والعوده، مع العلم ان برضه جراهام بوتر لسه في خطر وما اعتقدش انه هيقدر يكمل معاهم الموسم الاخر. طيب ده بالنسبة لماتشات امبارح. النهاردة طبعا عندنا مباراتين كبار وهنكون بنتابعهم، بينطلقوا هما الاثنين الساعة 10. خلينا نبدأ بكلامنا عن المباراة اللي كانت المفروض تكون من أقوى مباريات، يعني أولى الأدوار الإقصائية، وهي بي اس جي وبايرن ميونخ. ولكن شفنا المباراة اللي كانت في باريس كانت ضعيفة جدا من قبل البي اس جي، خسر على أرضه بهدف نظيف، كان ممكن يستقبل كمان أكتر من هدف. وعنده دلوقتي مباراة في الإليانز أرينا أكيد هتكون صعبة جدا 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 عليه. الهدف الوحيد مش بيكون مريح خالص الفريق اللي كسب بيه، بس برضو مع الشكل اللي شفنا بيه البي اس جي نقدر نقول إن هو مش في أفضل حالاته. خلينا نتفق إن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان دول أقوى هجوم في الخمس دوريات الكبرى، كل واحد مسجل في الدوري بتاعه 66 هدف بالتساوي، هما شبه بعض، الاثنين برضو متصدرين، بايرن بالاشتراك مع بروسيا دورتموند بس متصدر بفرق الأهداف. فكل كان متوقع إن مباراة الذهاب هتبقى مباراة مليانة وغزيرة بالأهداف يعني. ولكن
الحذر بين الفرقتين كان سيد الموقف. خلينا نتكلم اكتر على باريس سان جيرمان. هي مش فكره انا مغلوب 1-0 فهل هقدر ارجع ولا مش هقدر ارجع بره ارضي، لا بالعكس هو الرجوع سهل، ولكن باريس سان جيرمان بيفتقد الهويه اللي بيبحث عنها بقاله سنين في دوري ابطال اوروبا. هو متسيد فرنسا بكل الاشكال، دوري الكاس وكل حاجه، ولكن في اوروبا هو بيفقد الهويه، يعني ما عندوش شخصيه زي ما بنشيد بريال مدريد ونقول ريال مدريد بيكسب بشخصيته فقط لا غير، حتى لو معاه عناصر قليله او ضعيفه في المستوى. ولكن باريس سان جيرمان مهما كان السكواد بتاعه قوي، ولكن بيعاني في دوري ابطال اوروبا. خلينا نفتكر مثلا في 2014 امام تشيلسي كسب 3-1 في فرنسا، راح اتغلب 2-0 وخرج ودع البطوله. طبعا مين هينسى برشلونه في 2017 تكسب 4-0 وتروح تتغلب 6-1 وتودع. في 2019 كمان اليونايتد كنت كسبان في انجلترا 2-0، رحت اتغلبت 3-1 في فرنسا مع فرقه تقريبا كان التشكيل اليونايتد في 3 تحت السن لان كان في غيابات كتير. فهو هنا، والسنه اللي فاتت طبعا ريال مدريد واللي شفناه، فهنا بيعاني من فكره الشخصيه. دوري ابطال اوروبا دايما بطوله بتميل لاصحاب الخبره لاصحاب التاريخ، هي طول عمرها كده، ادينا بنشوف وبنتفرج في كل المباريات. في المقابل هو بيلاعب عملاق بافاري، عملاق من عمالقه اوروبا، ثالث اكثر نادي تتويجا بدوري ابطال اوروبا، فريق كبير، فريق ادينا بنشوف بيقدم مستويات عامله ازاي ونتائج كبيره ازاي. وزي ما اتفقنا وقلنا الفريقين اقوى هجوم، ولكن على ارض الواقع احنا شفنا الماتش الاولاني كان في حذر كبير من الفريقين. كان في فرص ولكن المباراه انتهت 1-0، وتوقعاتي او وجهه نظري البسيطه ان المباراه النهارده تخلص هدف هدفين، برضه هيفضل الحذر موجود لان في نديه كبيره جدا بين الفريقين، سواء ان يعتبر ان هما من اقوى واغلى التشكيلات كقيمه تسويقيه في العالم. دلوقتي العالم كله بيقارن بين الفريقين دول ان هما من بيمتلكوا عناصر يمكن من الاقوى، سواء هنا ميسي مبابي، طبعا نيمار هيغيب النهارده، سواء هنا طبعا ساديو ماني اللي رجع وهنشوفه موجود النهارده. ولكن الكفه هتميل لبايرن ميونخ زي ما قلنا، لان باريس بيعاني من موضوع فقدان الهويه. والموضوع مع العلم ان احنا بنتكلم على باريس سان جيرمان، انت ناقصك مين؟ انت معاك ليونيل ميسي واحد حقق ناقصه بصراحه يكسب البطوله يعني احنا نكون واقعيين يعني ده الحاجه الوحيده المنطقيه. هي ده حقيقي، دي الحاجه الوحيده المنطقيه، ولكن باريس سان جيرمان تقريبا هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي حط نفسه في موقف لا يحسب عليه، بدايه طبعا من دور المجموعات، ان زي ما قلنا لسه كان بيتعادل مع بنفيكا وتاهل كتاني المجموعه، فبالتالي بيلعب فرقه من التصنيف الاول وحظه وقعه يمكن في اقوى فرقه أكتر التصنيف الاول. فرقه ليها هويه طول مش من اكثر الفرق ليها هويه، لو انت بتتكلم على فرق كبيره اللي هو اسم، حتى بالزبط. لو هم مش في افضل حالاتهم هو برضو الاسم الثقيل، فيعتبر طبعا بايرن ميونخ من ابرز الانديه دي على مستوى العالم. بالظبط، وخليني اقول لك اوروبيا بايرن ميونخ الموسم الحالي لا بيقدم موسم رائع، يعني يكفي ان هو تقريبا الفريق الوحيد على ما اتذكر انه حقق العلامه الكامله في دور المجموعات. فلا اوروبيا هو لا بيقدم موسم رائع. في الدوري ماشي على سطر ويسيب سطر، مش بايرن العادي اللي احنا متعودين عليه، مع انه متصدر الدوري لكن احنا متعودين على بايرن متصدر الدوري بفرق 10 نقط واكثر يعني. ولكن اوروبيا لا هو ماشي كويس جدا، ما عندوش مشاكل، بيقدر يكسب في فرنسا 1-0 النهارده في ارضه. زي ما قلت لك هو 1-0 ده مش نتيجه مقياس اي حد كبير. يقدر يرجع عليها عادي يعني. بالظبط، ومش بيرجح كفه البايرن، ولكن التاريخ بيرجح كفه البايرن، وعلى في الواقع بقى على ارض الملعب المباراه هتبقى 50-50 وبالكتير قوي هدف هدفين هنشوفهم في المباراه. ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه، وبرضه بنتمنى نشوف مباراه تانية تكون قويه وممتعه. توتنهام يستضيف اي سي ميلان، وبعد ما كان خسر برضه خارج الديار، بس زي ما انت بتقول هدف واحد سهل جدا ان انت تعود منه، وده اللي شفنا امبارح تشيلسي قدر يعمله، كان خسران من بروسيا دورتموند بهدف وكسب بهدفين، فقدر ان هو يكون بيصعد. فرؤيتك للمباراه دي كمان؟ المباراة دي كمان برضو ظروفها متشابهة للفرقتين، الفرقتين برضو في الدوري مش أحسن حاجة. ميلان حامل اللقب اللي كنا متوقعين بقى إنه رجع خلاص على الطريق الصحيح وعلى الانتصارات وقدر يحقق الدوري، ماشي الدنيا مخبطة معاه جامد جدا في الدوري الإيطالي. أداؤه مقبول نوعا ما في أوروبا، ولكن
مش ده اللي احنا كنا مستنينه من ميلان بعد ما خلاص قدر يطور بالدوري ويرجع بقى تاني على منصات التتويج. نفس الكلام توتنهام، توتنهام مع كونتي دي تقريبا اختبار اخير لكونتي سواء هيكمل او هيرحل. كونتي ما انا مش فاهمه، انا مش قادر افهمه، بيخسر ماتشات ضعيفه جدا او سهله جدا وفي المتناول، ويجي قدام تشيلسي يحقق فوز، يجي قدام فرق من التوب فايف في البريمير ليج ولا ويحقق نتائج ايجابيه. كونتي مش عارف، تقريبا الفرق اللي بتفتح خطوطه وبتهاجمه بيقدر يحقق الفوز عليها، ولكن الفرق اللي بتتكتل دفاعيا بتسبب له مشاكل. زي ما قلنا فرق الهدف مش مقياس، ولكن الفريقين شبه بعض في كل حاجه، قريبين مع بعض في كل حاجه، فالنتيجه بصراحه ما حدش يقدر يتوقعها ايه اللي ممكن يحصل. ادينا هنشوف، ولكن هو زي ما قلنا ده تحدي او اختبار اخير لكونتي المدير الفني طبعا لتوتنهام، وهنشوف. في حاجه بس اخيره عايز اقول لك عليها، انا نسيت، في ظاهره حصلت في بعد نهايه مباريات الذهاب كلها، ان في اربع فرق حققوا الفوز خارج ارضهم، هنستثني طبعا بنفيكا اللي هو ما شاء الله ماشي باداء مميز، اللي حقق الفوز خارج ارضه كان ريال مدريد ونابولي و اللهم صل على النبي بس ريال مدريد لو مش جايه خلاص هتيجي واحنا لا وبايرن، سوري احنا لسه بنتكلم عن ماتش ايوه بايرن. صح، على البي اس جي. ايوه بالظبط بالظبط. كل الفرق اللي حققت الفوز خارج ارضها عانت في مبارياتها في الدوري، سواء ريال مدريد طبعا حقق فوز كبير على ليفربول 5-2، تعادل مع اتلتيكو مدريد في الدوري، خسر في الكلاسيكو في الكاس من برشلونه، وتعادل في اخر مباراه مع ريال بيتيس. بايرن ميونخ حقق الفوز بره ارضه مع باريس سان جيرمان، خسر من بروسيا مانشن جلادباخ 3-2. نابولي حقق الفوز على انتراخت فرانكفورت 2-0 في الشامبيونز ليج. جه في الدوري طبعا احنا بنتكلم عن نابولي يمكن من احلى فريق بيقدم كوره في اوروبا الموسم الحالي، خسر في الدوري من لاتسيو، دي تعتبر تاني خساره ليه في الدوري الايطالي اصلا بشكل عام. فده يديك فكره ان انت في المباريات فعلا حرفيا كل مباراه على حده، لا بس انا او بطوله معاك حق او كل طبعا، بطوله على حده يعني معاكي حق، ولكن ممكن هل هنشوف مفاجآت في مباراة الإياب؟ أدينا هنشوف وننتظر. ادينا قاعدين هنعمل ايه. بشكرك جدا يا عز، دايما ربنا يخليك، بتنورنا، وان شاء الله النهارده نستمتع كده زي ما استمتعنا بتحليلك، نستمتع ربنا يخليك. بالمباريات اللي هنتابعها. كل الشكر ليك عز الكلاوي الناقد الرياضي كان معانا.